الكون مكان كبير جدا، وأبعد نقطة قد نكون وصلنا لها هي المريخ بعد سنين كتير من الاكتشاف. وأغلبية الناس عندها فكرة عن الكواكب إنها كلها زي بعض، عبارة عن كور مدورة بتتكون من غازات وعناصر صلبة، ولكن صدقني الكون مش آخره المريخ ولا الكواكب كلها زي بعض تماما. النهاردة هقولك على أغرب 10 كواكب في الكون. بس قبل ما نبدأ، لو لسه مشتركتش اشترك على القناة وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. على بعد 400 سنة ضوئية من كوكب الأرض موجود الكوكب J1407b، وبيلف حوالين الكوكب ده حزام أو حلقة كويكبية كبيرة جدا، أكبر ب 200 ضعف من الحلقة اللي بتلف حوالين كوكب زحل. ولحد دلوقتي العلماء مستغربين إزاي كوكب بالحجم الصغير ده يجذب حلقة بالحجم الكبير ده. وحلقات الكوكب ده كبيرة جدا لدرجة إننا لو بدلنا الحزام دوت بالحزام اللي موجود حوالين كوكب زحل هتظهر لنا من السماء وهيكون حجمه أكبر من القمر وهو كامل. الكوكب ده بيدور حوالين نجم على بعد 480 سنة ضوئية من كوكب الأرض، ومش مختلف كتير عن كوكب الأرض، إلا إن الكوكب ده يشبه الجحيم اللي بنتخيله جدا. الكوكب مليان بمطر من الحجارة وبراكين قد تكون مستمرة في أغلبية الكوكب، ودرجة الحرارة طبعا كبيرة جدا. الكوكب جنبه نجم باصص ناحيته، والناحية دي بتوصل درجة حرارتها ل2000 درجة مئوية، وده بيخلي الجنب التاني اللي مش بيتعرض للحرارة يوصل لدرجة حرارة 220 درجة تحت الصفر. وتم تسمية الكوكب ده بالاسم ده على اسم التلسكوب اللي تم اكتشافه بيه. على بعد 750 سنة ضوئية موجود كوكب اسمه تريستو بي، والكوكب ده من اجمل الكواكب اللي تم اكتشافها واغربها. والغريب في الكوكب ده انه بيعكس جزء ضئيل جدا من الضوء اللي بينزل عليه، وعشان اخليك تتخيل الكوكب ده بيعكس اقل من الضوء اللي بيعكسه الفحم الخام، والانعكاسات من الكوكب ده بتظهر باللون الاحمر، وده اللي بيدي الكوكب الشكل الغريب الجميل ده. الكوكب ده عبارة عن الماسة كبيرة جدا بتدور في الفضاء. الكوكب ده في البداية كان عبارة عن كربون، وبسبب الضغط والحرارة الكبيرة اللي سببها النجم اللي بيدور حوالين الكوكب، الكوكب اتحول لألماسة عملاقة، والكوكب ده حجمه تقريبا ضعف حجم الأرض، والكوكب يعتبر تلته من الألماس الخالص. وبسبب شغف العلماء بالكوكب تم تسعير الألماس اللي موجودة على الكوكب بالرقم ده حوالي 26 مليون و9 من عشرة نونيليون دولار، والنونيليون ده عبارة عن واحد وقدامه 30 صفر. ولو بتفكر في اللي انا بفكر فيه لازم نراجع نفسنا الاول، لان الكوكب ده على بعد 40 سنة ضوئية من كوكب الارض. الكوكب ده من احدث الكواكب اللي تم اكتشافها، والغريب في الكوكب ده حاجتين عكس بعض تماما. اولا الكوكب ده مغطى بالكامل من التلج، وفي نفس الوقت الكوكب قريب جدا من النجم بتاعه لدرجة ان الغلاف بتاعه درجة حرارته 463 درجة مئوية، ودي درجة حرارة كبيرة جدا. ولو سألت نفسك ازاي درجة الحرارة دي ما بتخليش التلج اللي عليه يسيح، فده بسبب الجاذبية الكبيرة للكوكب ده، وده ما بيخليش بخار المية الناتج من ذوبان التلج انه يبعد عن التلج تاني، وده اللي بيخلي التلج متواجد في ظل درجة حرارة الغلاف الجوي الكبيرة دي. الكوكب ده هو اكبر كوكب تم العثور عليه يحتوي على كمية كبيرة من المية، وبعد البحث تم تصنيفه ان كوكب مائي بالكامل، لانه ما فيهوش اي ارض او يابس تماما. بس اوعى خيالك يخليك تشبه الكوكب ده بالكوكب اللي موجود في فيلم انترستيلر، لان المية اللي في الكوكب ده عمقها كبير جدا لدرجة انها بتوصل لمركز الكوكب. ولو تخيلت معايا انك طلعت للكوكب ده وبصيت بعينيك مش هتلاقي غير مية في جميع الاتجاهات. لازم كل يوم تشكر ربنا انك مش عايش على الكوكب ده، لان الكوكب ده بيمطر قطع ازاز طول الوقت وفي كل مكان على الكوكب. الكوكب مليان بجزيئات السيليكون واللي بتديله اللون الازرق الجميل ده، ولكن بسبب درجة الحرارة السطح الشديدة جزيئات السيليكون بتضغط وبتتحول لكتل من الازاز. ومش بس المطرة اللي عاملة مشكلة على الكوكب، ولكن كمان في ريح شديدة تقدر تنقل الزجاج لأي مكان على سطح الكوكب، لان سرعة الرياح بتوصل ل 6400 كيلو متر في الساعة.
الكوكب ده أصعب من الكوكب اللي فات بكتير. الكوكب ده تقدر تقول عليه إنه بيتاكل بالحياة، وده بسبب النجم اللي بيدور حواليه، والكوكب قريب جدا من النجم اللي بيدور حواليه لدرجة إن درجة الحرارة مسيحة السطح بتاع الكوكب، وكتلة الكوكب ده بتتاكل بالتدريج بسبب دوران النجم حواليه بشكل غير نهائي. الكوكب حجمه قريب جدا من كوكب المشتري، ولكن في الصورة يبدو الحجم أكبر شوية لأن درجة الحرارة اللي عليه مخلياه منفوخ من الداخل شبه البالونة، والكوكب ده بيخسر 6 مليار طن من كتلته كل ثانية بسبب الحرارة، وبسبب التآكل ده شكل الكوكب بقى عامل زي البيضة. الكوكب ده بقى مميز جدا، والسبب انه تم التصويت على الكوكب ده انه من ضمن 3 كواكب ممكن يكون عليها حياة، ومع ذلك في اختلاف رهيب عن كوكب الأرض. النجم اللي بيدور حوالين الكوكب ده مصنف كقزم أحمر، وهو نوع من النجوم الصغيرة نسبيا واللي لونها أحمر بشكل ملحوظ، ولو انت هناك على الكوكب ده وبصيت للفضاء هتلاقي النجم لونه أحمر بالكامل. الجاذبية مختلفة بالنسبة لدوران الكوكب ده لأنه ما بيقدرش يلف حوالين نفسه زي كوكب الأرض، وده معناه إن في جنب معرض للنجم بشكل دايم، وده بيخلي درجة الحرارة على الناحية دي كبيرة جدا لدرجة ممكن تخليك تسيح لو وقفت هناك، والنص التاني من الكوكب غير معرض للنجم أو الحرارة، وده بيخلي دايما درجة حرارة نص ده من الكوكب باردة جدا لدرجة إنك ممكن تتجمد لو وقفت هناك. والسبب اللي ممكن نلاقي على الكوكب ده حياة إن في خط فاصل بين نصين الكوكب درجة الحرارة عندها ملائمة جدا للحياة. وسنة 2008 ناسا بعتت رسالة بالساتلايت للكوكب ده متوقعة إنها توصل سنة 2029. على بعد 470 سنة ضوئية من كوكب الأرض تم اكتشاف كوكب عن طريق تلسكوب كيبلر، وتم تسميته باسم التلسكوب. الكوكب ده غريب جدا لأنه أقرب كوكب في الشبه لكوكب الأرض. نسبة الشبه بينه وبين كوكب الأرض بتوصل لـ 88%، وده حاجة نادرة جدا، وتم اكتشاف الكوكب ده سنة 2015. الغريب كمان ان الكوكب ده في كل حاجة تسمح له ان يبقى عليه حياة، ومدار الكوكب ده موجود على مدار بيسموه العلماء الجولدي لوك زون، يعني المدار الصالح للحياة، وده بيحصل لما بيكون الكوكب مش قريب للنجم التابع ليه لدرجة تخليه سخن جدا، او حتى بعيد لدرجة تخليه بارد او متجمد. الكلام ده معناه ان الكوكب ده محتمل جدا انه يكون عليه مية في الصورة السائلة. بس خلاص، مين وصل لاخر الفيديو؟ لو وصلت لحد هنا اكتب لنا في الكومنتات الكوكب اللي عجبك في دول، ودوس لايك لو الفيديو عجبك، ولو لسه ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.